راح بحضراتكم. وعندنا اكيد كلام كتير جدا هنا عن كاس امم اسيا والسوبر الاسباني. فوز ريال مدريد للمره 13 باللقب مع ضيفنا العزيز جدا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على حضرتك استاذ كريم وصباح الخير على الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. نورنا النهارده وسعداء بوجودك. وطبعا حدث كبير عايزين نتكلم معاك بقى عن كل تفاصيله ابتداء من رؤيتك لحفل الافتتاح اصلا طبعا امم اسيا ومباراه الافتتاح كمان اللي شهدت فوز قطر على لبنان 3-0. حفل افتتاح بسيط لكن ركز على الحاجات يعني بالنسبه لنا كانت كويسه، خصوصا الفقره الاخيره لدعم فلسطين وكانت بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا. بالنسبه لنا طبعا المباراه الافتتاحيه منتخب قطر يعني فوز كان سهل ومباراه كانت في المتناول ليه. طبعا المنتخب اللبناني لسه يعني ما كانش ظهر بالمستوى اللي يعني متوقع شويه ان هو يقدر يدخل المنافسات في المجموعه دي، خصوصا ان يعني المجموعه قد تكون شويه محسومه للمنتخب القطري مع المنتخب الصيني. بالنسبه برضو لباقي المباريات يعني شفنا امبارح مثلا مباراه المنتخب الياباني كانت مباراه بالنسبه لنا مفاجاه بعض الشيء في اوقات المباراه. المنتخب الفيتنامي كان حقق مفاجاه ان هو يتعادل وبعدين متقدم في النتيجه، لكن خبريات المنتخب الياباني قادتهم ان هم يكسبوا بالاربعه. منتخب تقيل جدا جدا ويعني فريق كله محترفين في دوريات اوروبا ويعتبر دوريات كمان نتكلم في تصنيف في افضل 5 دوريات في العالم. فمنتخب اصلا بيعد نفسه ان هو عاوز ينافس على كاس العالم. فمنتخب الياباني من المنتخبات طبعا المرشحه بجانب طبعا راي المنتخب الكوري الجنوبي. طيب خلينا نتكلم كده عن يعني انت في فتره دلوقتي كل الدول وكل الدوريات وكل المنتخبات مستعده وعملت فتره يعني استعداد قويه جدا من موسم لموسم من بطوله لبطوله، وهنتكلم تحديدا هنا لو هنقول عن الدوري الاسباني بتشوف ايه اللي بيستجد؟ يعني بدايه كده انت بتشوف ايه المستجد؟ الفرق المختلفه بالاعداد بتاعها، هل انا قارنت نفسي شويه هنا الدوري المحلي او الدوري المصري هتلاقي فيه استعداد تاني شكل تاني باين تطوير هناك مثلا؟ يعني خلينا نعرف استعداداتهم للمواسم جديده بتبقى شكلها عامل ازاي. ده يهمني جدا، هل احنا بنتطلع دايما العالم بيعمل ايه ولا احنا قافلين على نفسنا برضو؟ لا بالتاكيد طبعا يعني اكيد سواء المنتخبات او الانديه عاملين حسابهم ان في ضغط مباريات سواء كان على دوريات البطولات المحليه او القاريه بجانب منتخبات في سواء في المتوقفات الدوليه او البطولات القاريه من ناحيه المنتخبات. وبالتالي الفرق عموما بتكون حاطه ليها استراتيجي، بمعنى ان انت النهارده ما بتعتمدش على سكواد ب 11 او 12 او عدد قليل، لا انت حوالي 25 لاعب وطالب ان يكون الاساسي زي الاحتياطي، وده حاجه رقم واحد اختلاف بيننا وبينهم لان احنا يعني مش كلنا بنعمل طبعًا كده. طبعا اكيد طبعا ان انت بتتكلم برده في الامور الماديه النهارده معظم الفرق، لو هنتكلم عن الفرق الاوروبيه مثلا على سبيل المثال مثلا ريال مدريد امبارح مثلا رغم ان هو بيعاني من يعني صعوبات كثيره في الموسم الحالي من ناحيه الاصابات، بنتكلم على دايما تيب كورتوا لميليتاو لدافيد الابا لكذا لاعب عنده كم من المصابين، حتى كان اخرهم فينيسيوس غاب فتره ورجع من يعني بس رجع بقوه طبعا الحقيقة. ولكن النهارده معظم الفرق الكبيره لازم يكون عندها السكواد واحد علشان تقدر انك تكمل الموسم في الدوريات المحليه وفي البطولات القاريه. كمان ان دلوقتي ان الموسم عموما بقى صعب، ان انت عموما انت بتتكلم على في بطوله افريقيا فلاعيبه افريقيا مرتبطين بمنتخباتهم، بطوله اسيا لاعيبه مرتبطين بمنتخب اسيا، منتخبات اسيويه، بتتكلم على النهائي بقى في نهايه الموسم في بطوله امم اوروبا وبطوله الامريكا الجنوبيه برضو، فبتتكلم ان في 4 بطولات قاريه هتتلعب في موسم واحد، فبالنسبه كده هيكون في ضغط كبير على اللعيبه. فطبيعي ان الانديه حاطه عينها على الموضوع ده. يعني المظلوم في القصه دي هي اللعيبه، وهي اكتر من لاعب اشتكى ان هم بيعتبروا نفسهم بيقولوا احنا بقينا عباره عن الات بنلعب، في نفس الوقت ده بيستنفذ برضو من مجهودهم من طاقتهم، ان النهارده مش هتشوف الريتم واحد طول الموسم، اكيد هيحصل دروبات، لكن في الاول وفي الاخر اكيد الانديه حاطه عينها ان هنا لازم هيحصل فيه مشكله، لكن برضو هيوصل لنهايه الموسم حققت ايه. بس الحقيقه واضح ان الانديه كلها مستعده جيدا يعني كما ينبغي، بدليل ان ما حصلش دروب مع اي فريق، عنده لعيبه مهمين مفاتيح لعب وكروت رابحه يعني اتاثروا قوي بالسلب لغياب النجوم دول زي ليفربول كده.
يعني في ظل غياب محمد صلاح مثلا الدنيا برضو ماشي حالها. ليفربول يعني برضه في نفس الوقت ان ليفربول يعني في بدايه السيزون كان عمل صفقات اكتر من صفقات شويه من ناحيه نص الملعب باعتبار ان كانت نقطه الضعف السنه اللي فاتت، وده كان اتكلم فيها يورجن كلوب عن نقطه ضعف الفرقه كان في نص الملعب، وبالتالي كان عمل اكتر من صفقه في المركز ده بالتحديد، وشفنا يعني من سوبسلاي من لايبزيج، شفنا ماكليستر من برايتون، وجرام فربريك من بايرن ميونخ، واللاعب اللي كان بالنسبه لي مفاجاه وهو الياباني اندو من شتوتغارت الالماني، وبالتالي كان اربع صفقات في نص الملعب لليفربول. وبالرغم من كده برضه عانى من مشاكل كبيره جدا من ناحيه الاصابات ومن ناحيه الغيابات، بنتكلم ان في اثنين لعيبه مهمين عنده دلوقتي مرتبطين بمنتخباتهم سواء كان محمد صلاح او اندو في مع المنتخب الياباني، وبجانب الاصابات الكتيره اللي عانى منها الفريق، وكان اخرهم ارنولد في مباراه ارسنال في الكاس وهيغيب حوالي 3 اسابيع، وبالتالي سلسله اصابات ضربت ليفربول. وبالرغم من كده ان ليفربول بيحاول ان هو ينافس على اكتر من جبهه سواء كان دوري انجليزي وبطولتين الكاس كاس الاتحاد او الكراباو بجانب الدوري الاوروبي، وبالتالي ان الموسم صعب على لو اتكلمنا على ليفربول ومعاه طبعا في منافسه مثلا لو هنتكلم على الدوري الانجليزي معاه منافسه قويه مع مانشستر سيتي، وشفناهم بدايه رجوعهم برضو من بعد كاس العالم للانديه والريتم بتاعهم ابتدى يعلى تاني، ورجوع برضو ورقه مهمه جدا في وقت مهم جدا وهو كيفن دي بروين، وشفناه في ربع ساعه مع مباراه نيوكاسل قدر ان هو يصنع جون ويسجل جول. طب كاس امم اسيا اللي هنتكلم فيها شويه، بتشوف مين وجهه نظرك اقوى المنتخبات دلوقتي مثلا، وبرضو اقوى المنتخبات العربيه؟ في البدايه طبعا هو مرحله الدور الاول لسه ما خلصتش، فما شفناش لسه الفرق كلها، لكن احنا لغايه النهارده يعني احنا النهارده شفنا المنتخب الياباني، النهارده المنتخب الكوري هيلعب مع مباراه البحرين، لسه برضو يعني شايفين المنتخب الايراني امبارح برضو قدر ان هو يحقق فوز قوي جدا على المنتخب الفلسطيني بال4، لسه هنشوف، ودي المباراه هتكون منتظره او يعني هنشوف لسه المنتخب السعودي مع الشكل الجديد والهويه الجديده مع مدرب مخضرم زي المدرب الايطالي روبرتو مانشيني، وبالتالي ان في اكتر من منتخب في كاس اسيا مرشحين للبطوله، لكن في نفس الوقت اتوقع ان مش هيكون في مفاجآت كبيره، لان احنا شايفين ان في منتخبات زي ما ذكرت اليابان او الكوريا هما الاثنين يعتبروا المستحوذين او اللي هيكونوا الصراع ما بينهم باعتبار اسباب كتيره، واهمها عندهم اكتر من لاعب نجوم في دوريات اوروبا. في امم افريقيا في ناس كتير ممكن تقول لك ان المربع الذهبي والاربع منتخبات الاقرب للفوز باللقب هما مصر والجزائر والمغرب والسنغال. هل في امم اسيا نقدر برضو نتوقع الرباعي اللي هيوصل للمربع الذهبي؟ يعني مثلا يعني طبعا المنتخب الياباني اكيد من المرشحين، المنتخب الكوري الجنوبي اكيد من المرشحين، المنتخب الايراني كذلك. في منتخبات بالنسبه لنا ممكن هنشوف لسه زي المنتخب السعودي، برضه المنتخب السعودي بيعيد تكوينه من اول وجديد بعد فتره ومرحله وحكم. انت ما قلتش حاجه عن المنتخب القطري، يعني معنى كده انت مستبعد فكره ان هم يكرروا المنتخب القطري برضه بيراجع نفسه تاني وبيعيد السياسه من اول وجديد، خصوصا بعد كاس العالم النسخه الاخيره في قطر، وبرضه مرحله كروش برضه ما كانتش يعني مستقره لبعض الشيء، وهم جايبين مدرب اصلا كان بيدرب في الفريق الوقره القطري، فهو لسه عارف الدوري القطري وعارف خبايا القطر والدوري القطري والمنتخب القطري فيه. بالتاكيد فالمنتخب القطري هم اكيد عاوزين يعني على الاقل يكونوا في الصوره، لكن شايف ان لسه المنتخب القطري مش هيقدر يدخل في منافسه مع قوتين زي المنتخب الياباني او المنتخب الكوري. في منتخب زي ما ذكرت طبعا المنتخب الايراني هو هيكون من المنتخبات طبعا المرشحه والمنتخبات القويه جدا زي المنتخب الايراني. دايما ايران بتكون مرشحه. اكيد طبعا اكيد، يعني المنتخب الايراني برضو عندهم لعيبه برضو في محترفين في في في, في اوروبا، برضو المنتخب الايراني عاده من المنتخبات اللي بيكون ليها لعيبه محترفين في اوروبا ومتالقين كمان مع انديتهم، ومن المنتخبات طبعا اللي لازم تكون مرشحه. في نفس الوقت في منتخبات برضو ممكن تكون حصان اسود في البطوله زي منتخب مثلا اوزبكستان، من المنتخبات اللي لازم برضو نعمل لها حساب، فلكن برضو مش هنشوف في مفاجآت قد ما هنشوف ان لازم هيكون في صراع ما بين منتخبين او ثلاثه بالكثير على البطوله.
بس انا عايزه اروح تاني كاس امم اسيا، وعايزه اروح لليابان، منتخب اليابان معلش تحديدا. يعني منتخب اليابان من تقريبا من اكثر تتويجا، صحيح، وناس كتيره كان وبعدين السعوديه وبعدين ايران حاجه زي كده، منتخب يعني السعوديه وبعدين ايران ثلاثه، وايران وكوريا الجنوبيه بالظبط. ففكره ان هو يتصدر يعني برضو دي عليها علامه استفهام شويه، لان اليابان مش من طبيعتهم اصلا كره القدم، يعني ما هياش رياضه مالوفه لا حجما ولا موضوعا ولا ثقافه ولا تاريخا، ولكن رغم كل ده هم وصلوا المكانه، يمكن برضو الاقرب للمكانه دي ممكن يكون دول تانية خالص او منتخبات اخرى، يعني بمعنى ان كره القدم عندهم في تاريخهم اكتر قربا وغيره. فبتفسر ده اليابان دي حاله لوحدها، دايما يقول لك ده كوكب تاني فعلا. لا فعلا فعلا ده حقيقي يعني. فبتفسر ده ازاي كمان نجاحهم في كره القدم؟ يعني هي خطة محطوطة عموما في تطوير الكرة في اليابان، وحتى يعني الاتحاد الياباني نفسه حاطين خطة ان هم عاوزين يدخلوا في منافسة ان ياخدوا كاس العالم. واو ده حلم مشروع جدا. وفعلا احنا بنشوف لو شفنا القائمه بتاع منتخب اليابان، هم منتخب يعني من المنتخبات فعلا اللي ما هياش سهله، وشفناهم على سبيل المثال في المباريات الوديه لما كسبوا المانيا 4 وعملوا ماتش رهيب جدا على منتخب واخد كاس عالم ومن المنتخبات المصنفه في المنتخبات العالميه. فالنهارده ان المنتخب الياباني احنا لما نشوف السكواد بتاعهم، سواء كان انه مثلا في ليفربول زي ما ذكرنا، ميتوما في برايتون رغم ان هو مصاب دلوقتي، وجود مينامينو مثلا كان في ليفربول ودلوقتي وحاليا في موناكو، وجود برضو كوبو في كان لاعب سابق في ريال مدريد وحاليا متالق في ريال سوسيداد برضو كان في اصابه. فالنهارده في اكتر من لاعب من بدايه حراسه المرمى لحد المهاجم كلهم محترفين في اوروبا، مش بنتكلم حتى في الدوري الياباني، رغم ان الدوري الياباني ما هوش دوري سهل، بالعكس احنا لسه شايفين ان اوراوا ريد مثلا السيزون اللي فات واخد دوري ابطال اسيا من الهلال اللي هو يعتبر بيضم اكتر من نجم في نجوم عالميه. فالنهارده احنا بنشوف سواء انديه او منتخبات بقوا تصنيف بقوا زي بعض، سواء بينافسوا على القاره الاسيويه او حتى بينافسوا على البطولات القاريه، وفي نفس الوقت هدفهم مش بطوله قاريه او دوري او بطوله من ناحية الانديه، بطوله برضو يعني لانها ان احنا ناخد بطوله دوري ابطال اسيا، لا احنا بندخل في منافسات كاس العالم للانديه، وحتى لعبوا الاهلي لو افتكر في المباراه الثالث والرابع وكانت مباراه برضو مش سهله برضو، ولكن الحمد لله ربنا يعني كرم الاهلي. وفي نفس الوقت المنتخب نفسه ما بيلعبش حتى يعني حتى لو في مباراه الوديه ما بيلعبش يعني زي ما بيقولوا في نفس المستوى، لا بيلعبوا مستويات اكبر وبيعملوا نتائج مش بالنسبه لي مش مفاجاه. كل اللي حضرتك بتذكره ده برضو استاذ محمد ما فيهوش حاجه مثلا اختراع، يعني لو دول تانية بمنتخبات تانية مفروض افضل كمان كتكوين وككوادر وغيره عملت ده. هم بيعتبروها دراسه على فكره، يعني هم إيه؟ بيعتبروا الكره عندهم دراسه. يعني احنا مثلا لو ذكرنا مثلا ميتوما وهو لاعب برايتون، ميتوما لما لعب يعني ممارسته للكوره ما كانتش ممارسه لاعب هاوي، لا هو اتعلم ودرس اللعبه، وحتى في الجامعه في يعني في بلده درس ان هو ازاي يطور من المهاره بتاعته ومن المراوغه ومن الاسلوب التطوير ان هو يعني يطور، يعني واخدينه ليفل اكاديمي او لا كمان. يعني هم مش يعني بيتعاملوا مع الموضوع كعلم، هم طبعا متفوقين صحيح. في العلوم يعني انا افتكر ميتوما السيزون اللي فات مثلا في مباراه ليفربول كان بيلعب على ارنولد، كان يعني ماسك ارنولد يعني مش عارف ارنولد يسد معايا، رغم ان ارنولد هو معروف دفاعيا مش قوي قد ما بيكون هجوميا اقوى، لكن هو يعني لاعب عموما هدفه اللي هو انا عندي الموهبه لكن برضو اللعب الجماعي اساس بالنسبه لي. فهو انك تعمل المزيج ما بين النقطتين دول ما هوش نقطه سهله. هم لعبهم الجماعي تحسهم متبرمجين، صحيح. يعني هم اقرب للبلاي ستيشن. صحيح فعلا، يعني احنا مثلا لما نشوف الاهداف بتاعتهم من امبارح، يعني مثلا كره الجون الرابع مثلا يعني اكتر من باصه لغايه ما وصل للجول، وهم هدفهم كده. يعني هو احنا مش هدفنا لعب الفردي، واحنا زي ما ذكرنا يعني من اول الجول كيبر لحد المهاجم هم كلهم محترفين في دوريات اوروبا، والمعادله دي هي السهله ان انت النهارده كانديه اوروبيه ان انا اروح يعني اروح اشتري لاعب من اليابان، وممكن اروح اشتري لاعب من الدوري نفسه. وفي نفس الوقت هناك
ما بيتش الانديه يعني ليها ميزه برضو ان انا النهارده ما بحطش مبالغ كبيره وصعب على اللاعب خروجه. يعني مثلا لو احنا ذكرنا هنا مثلا في مصر مثلا نحط ممكن بنتشرط ونحط مبالغ كبيره علشان نحاول نحتفظ على اللاعب بتاعنا هنا، هناك لا، يعني ممكن يخرج بنص مليون ومليون واتنين مليون يورو، بالنسبه لهم ارقام انا ما بيفرقش معايا هاخد قد ايه، لكن النهارده انا طلعت مين والعالم شاف اللي هتتعود علينا. صح، النهارده شفنا دلوقتي المنتخب الياباني في كاس العالم اللي فات كان من المنتخبات اللي كانت يعني قدر ان هو يكسب منتخب اسبانيا، وكان ممكن يكسب منتخب كرواتيا لولا خسارته في ركلات الترجيح، وكان ممكن يعمل برضه نتائج زي المنتخب المغربي. فتطويرهم والمستوى اللي هم وصلوه، لا ده هم مش هيقفوا على المرحله دي، هم زي ما انا ذكرت هم هدفهم فعلا ينافسوا على كاس عالم. واحنا بقى هنبقى فين؟ احنا فين يعني؟ يعني في فرق طبعا، في فارق كبير، في فرق طبعا، وفي بعض المنتخبات بترجع للخلف رغم تاريخها العظيم، وفي بعض المنتخبات بتتقدم رغم تاريخها الفارغ، خليني اقولها، او اللي ما فيهوش اي يعني انجازات تذكر بمعنى اصح. صحيح. او يعني بسهوله كده هو في فرق طبعا. صحيح. لكن النهارده الهدف هو يعني النهارده انت حاطط ايه وعاوز توصل لفين، وهم فعلا بيعملوا كده، يعني هم حاطين خطه هم عاوزين يوصلوا لها، ان احنا عاوزين ندخل المنافسه لكاس العالم، وهو ده حق مشروع ليهم طبعا. وفعلا هم لما يشوفوا نفسهم ان احنا عندنا لعيبه بيدرسوا وفي نفس الوقت بيخرجوا في دوريات، مش مجرد ان انا بلعب في دوري اوروبي او في نادي اوروبي، لا انا بلعب في انديه مصنفه اوروبيه، احنا بنتكلم في انديه زي ليفربول زي موناكو. انا عندي سؤال اخير بس قبل الفاصل عشان عندنا فاصل. تمام. هل بيستعينوا في ظل الخطه دي ببرضه كوادر وخبرات اجنبيه، ولا بيستعينوا بالولاد البلد نفسها والكوادر المحليه؟ شايفين بنتكلم مع مدربين فنيين. يعني احنا شايفين صنع في اليابان، يعني ده ملخص يعني المدرب بتاعهم ياباني، ومدرب حتى الراتب بتاعه ضعيف، يعني مش مدرب المرتبات الضخمه. يعني خلينا نروح فاصل، حديثنا اكيد لسه مستمر مع الاستاذ محمد همام، ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، هنكمل كلامنا بقى ودردشتنا مع الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي اللي منورنا في الفقره الحواريه الاولى، واللي بنتكلم معاه عن طبعا امم اسيا، وكمان عايزين نقف شويه عند ماتش الكلاسيكو، وكيف رايت هذه المباراه والتالق الاستثنائي اللي كان عليه فينيسيوس جونيور برغم الغياب قبلها فتره، شفت الماتش ده ازاي وايه اكتر الامور اللي لفتت نظرك؟ ريال مدريد طبعا مستقر، لسه شايفين حتى تجديد عقد انشيلوتي، تجديد عقد اكتر من لاعب في الفريق في الفتره الاخيره، على عكس برشلونه بيعاني من ازمات كتيره سواء كانت ناحيه ماليه او ناحيه اداريه. ريال مدريد رغم ان هو بيعاني برضه من ناحيه الاصابات ومن ناحيه يعني برضه في يعني فتره الانتقالات برضه كان محتاج تدعيم اكتر شويه، لكن رغم ان هو جاب بلينجهام طبعا، لكن في نفس الوقت يبقى ريال مدريد برضه من الفرق المسيطره ومن الفرق الكبيره والعملاقه في اوروبا وفي اسبانيا. فينيسيوس طبعا مش محتاج طبعا نتكلم عليه، لاعب من اللعيبه المهمه جدا جدا في ريال مدريد في السنوات الاخيره، جاب دوري ابطال اوروبا في مباراه ليفربول طبعا 1-0 امبارح، تالق كبير واحرزه هاتريك في برشلونه. في نفس الوقت ريال مدريد لسه يعني برضو عندهم طموح اكتر من ناحيه ان هم تدعيم في السيزون والصيف اللي جاي، فريال مدريد يعني هو ريال مدريد اللي كويس ولا برشلونه هو اللي بعافيه؟ لا برشلونه يعني محتاج لسه يعني محتاج لسه تصحيح كتير جدا عن تراكمات السنين الاخيره وصفقات كلفت النادي ملايين وفي الاخر ما كانش ليها عائد للفرقه وللنادي واثرت على الميزانيه، وبالتالي شفنا الفترات الاخيره مع في فتره لابورتا بالتحديد ان هو قدر ان هو يعني بيحاول يصلح ويدعم على قد ما يقدر، ولكن كان الفكره من ان هو بيجيب صفقات فري علشان خاطر يحاول يقلل شويه من الاموال للانديه او الاموال اللي هي تدفع للانديه الاخرى. برشلونه طبعا صحيح انه واخد الدوري الاسباني السيزون اللي فات، وفي نفس الوقت صعد دوري ابطال اوروبا في النسخه الحاليه ومع صعود وعدى دور المجموعات، لكن برضو برشلونه محتاج لسه يعني فتره برضو ان هو يحاول يرجع تاني برشلونه بتاع زمان.
ريال مدريد طبعا احنا شايفين استقرار اداري كبير جدا في فتره فلورنتينو بريز، وفي نفس الوقت تجديد ملعب، وده كان هدفهم الاساسي ان هو عاوز يجدد الملعب وبناء عليه يجيب دخل كبير للنادي، وفي نفس الوقت يشوف بقى بعدها صفقات، فبناء عليه هو عمل مشروع ماشي بيه خطوه بخطوه وهو ناجح بيه، وفي نفس الوقت ماشي من ناحيه البطولات وبرده ناجح فيه. الدوري الاسباني طبعا الدوري الاسباني المنافسه بالنسبه يعني منحصره تعتبر ما بين ريال مدريد وجيرونا، ونسبه كبيره طبعا هيكون الغلبه في الاخر لريال مدريد باعتبار الفارق كبير ما بين جيرونا وما بين ريال مدريد. ففي يعني دي بطوله بدايه لسه لريال مدريد لموسم لسه هدفه دوري ابطال اوروبا مع دوري اسباني مع الكاس، فهدفهم لسه مع انشيلوتي لسه بيبتدوا. هل الدوري الاسباني من وجهه نظرك بعد ما برشلونه ما بقاش برشلونه من 2019 تقريبا اختلف الى حد ما، حتى المتابعه حتى الجماهيريه حتى السبونسرز، يعني بتشوف ده فعلا اثر بشكل كبير؟ لان خلي بالك انت عمود الدوري الاسباني تاثر بشكل وتراجع بشكل كبير وفقد واحد من اكبر نجومه. يعني طبعا رحيل ليونيل ميسي طبعا كانت بدايه ضربه كبيره جدا لبرشلونه ولابورتا بالتحديد، لانه كان داخل وقتها الانتخابات وكان هدفه الاساسي والدعايه بتاعته ان هو ميسي مستمر. لكن بعد صراع كبير وبعد مفاوضات وشد وجذب في الاخر ميسي رحل، وراح لباريس وبعدين راح لانتر ميامي، وكان في حتى كلام بعد باريس ان هو يحاول يرجعه تاني ولكن كان الموضوع صعب. برشلونه يعني من الناحيه الماليه فهو عانى بشكل كبير جدا من صفقات ما قدرتش ان هي تفيد النادي والفريق بالتحديد. يعني احنا شفنا مثلا فليب كوتينيو مثلا من ليفربول، يعني صفقه يعني كلفت النادي اكتر من 140 مليون يورو، مع عثمان ديمبلي فوق ال 100 مليون يورو، انت بتتكلم في صفقتين حوالي ربع مليار يورو، في الاخر النتيجه كانت صفر. عثمان ديمبلي مشي بعد برضو ان هو حاولت تجدد عقده وفشلت، وحاولت فليب كوتينيو انك تستخدمه في انك تحاول ان هو ينجح مع الفريق او حتى تبيعه وبرضه كذلك فشلت. فكان سياسه متخبطه جدا، ويعني ما فيش يعني استراتيجي محطوطه لبرشلونه، وكانت النتيجه ان هم عانوا دلوقتي وبيعانوا لسه. ولكن لابورتا بيحاول على قد ما يقدر ان هو يرجع لابورتا في الفتره الاولانيه وحقبه رونالدينيو وحقبه بتاع بيب جوارديولا، وان هو يراجع تاني العهد بتاع برشلونه. الموضوع مش هياخد يعني سنه او سنتين، هو قدر ان هو السنه اللي فاتت ان هو ياخد الدوري الاسباني، لكن بيحاول يعيد البيت، وده من خلال تشافي، وهو اعطى الثقه في تشافي، وحتى برضه بيجدد الثقه في تشافي ان هو شايف ان هو ما فيش حد هيقدر يحل الفريق من خلال فرد واحد، هو شايف ان المجموعه كلها لازم تكون يعني متجانسه، وفي نفس الوقت سواء من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه او حتى من الاداره الرياضيه، فهم الثلاثه لازم يكونوا مرتبطين مع بعض. على عكس ريال مدريد فهو بيتمثل في رجل عارف كويس النجاح، وراجل اصلا اقتصادي من كبار رجال الاعمال، فكر اقتصادي وتجاري صح. هو النهارده كان الهدف بتاعه تجديد الملعب، وبناء عليه هبتدي اشوف بعدها الصفقات، وابتدى فعلا الصفقات من السنه اللي فاتت والصيف اللي فات ان هو يجيب بلينجهام، رغم ان كان في صراع كبير جدا جدا ما بين اكتر من نادي في الدوري الانجليزي، لكن انك تقدر انك تقنع بلينجهام بمشروع ريال مدريد، وفي نفس الوقت ريال مدريد طبعا حلم لاي لاعب، انت النهارده كده كده هو ده عنصر الجذب الاهم لاي حد بيتعرض عليه المشاركه معاه. حتى النهارده اي لاعب النهارده انا هروح ريال مدريد او حتى برشلونه عارف ان انا هنافس على البطولات، سواء بطولات جماعيه او حتى جوائز فرديه، على عكس النهارده مثلا النهارده احنا بنشوف كليان مبابي مثلا في باريس سان جيرمان رغم الاموال اللي دفعت لا الدوري الفرنسي بينافس نفسه، يعني ما فيهوش لا انا بتكلم في النهارده في لاعب مثلا زي مبابي رغم الاموال اللي دفعت فيه ورغم الاموال اللي هو بيحصل عنها، لكن النهارده هدفه برضو صحيح ممكن يروح ويجي كل شويه ريال مدريد، لا ممكن يروح الدوري الانجليزي، لكن برضو يبقى ان هو ريال مدريد حلم لاي لاعب النهارده، عارف ان انا هناخد جوائز وعارف ان انا هاخد بطولات، وبرضو في نفس الوقت انا كسبان فلوس. على ذكر اللعيبه المميزه الاستثنائيه وفكره العروض السخيه اللي بتتعرض عليهم بالمناسبه، يعني هروح لملف مختلف حبتين ونرجع نكمل مره ثانيه في امم اسيا. الى اي درجه انت شايف ان في استقرار من اللعيبه الدوليين المتواجدين حاليا في الدوري السعودي؟ لان تبدو الصوره ان شكل اللعب بيقول ان الاكثر استقرارا كما هو واضح هو كريستيانو رونالدو،
ابتدينا في الفتره الاخيره نسمع كلام رايح جاي يخص كريم بنزيما وعدم رضاه عن الاستمرار في الدوري السعودي من عدمه. سامع ايه في الاطار ده او شايف ايه في الاطار ده؟ الاتحاد نادي الاتحاد او اتحاد جده عموما الفتره من بدايه السنه لوقتنا هذا وهو بيعاني من مشكله كبيره جدا، وهو انا النهارده كانت البدايه من ناحيه الصفقات والتدعيمات. النهارده نونو سانتو يقول كلام، الاداره بتقول كلام تاني. يعني نونو سانتو طلب صفقات، الاداره بتقول ان احنا طلبنا صفقات من صندوق الاستثمار ولكن الصفقات ما اتحققتش، وده كان تصريحات رسميه من رئيس النادي السيد انمار الحائلي. لكن النهارده بنزيما كان يعني شفنا الاتحاد بالرغم ان هو بيقول ان احنا عانينا من التدعيمات، لكن النهارده لما نشوف جاب فابينيو من ليفربول بمبلغ حوالي 50 مليون، جاب بنزيما صحيح ان هو صفقه كانت فري او نجولو كانتي صفقه كانت فري، لكن بياخدوا اموال ومرتبات كبيره جدا 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 ويعتبر من اكبر مرتبات في الدوري السعودي سواء كان نجولو كانتي او بنزيما بالتحديد مع كريستيانو رونالدو ونيمار. فبالتالي النهارده ان الاتحاد النهارده صرف الفلوس كلها في لاعبين الفريق في ناحيه رواتبهم. رحيل لونو سانتو بعد مشاكل كبيره جدا جدا من ناحيه النتائج ومن ناحيه حتى مع اللعيبه، دخل في ازمات مع اللعيبه وكان الكلام كان مع كريم بنزيما، والاداره رجحت كفه كريم بنزيما عن المدرب واقالت المدرب من منصبه. وبالتالي تم تعيين مع مدير فني كبير جدا في الارجنتين ومدربين كان مرشح اصلا ان هو يمسك انديه كبيره في اوروبا على سبيل المثال برشلونه، وهو السيد مارسيلو جاياردو، وهو اصلا من مدربين كبار جدا جدا وليهم سي في محترم في الارجنتين، وبيحاول ان هو يعيد برضه ترتيب البيت، لكن واجهته ازمات كثيره من الناحيه الانضباطيه ومن الناحيه الاداريه. وهو مثلا على سبيل المثال اللاعب زكريا الهساوي وعنده مشاكل. فالنهارده كريم بنزيما هو كل الضغط كله عليه هو، بالرغم ان هو مش ما يتحملش المشكله لوحده، في مشاكل كثيره جدا احاطت بالفريق، وكان بدايه المشكله بالنسبه له بقى اكتر يوم ماتش الاهلي في كاس العالم الانديه واهداره ركله الجزاء، وكان بقى بدايه الضغط. النهارده بيقول ما هو برضه اهدار يعني معلش الاسترسال بتاع حضرتك جميل، بس يعني لازم نقف، هو اهدارها فعلا يعني، وده كان غير متوقع تماما. وده فعلا يعني يقولوا كان جمهور يعني ده ملوش علاقه بقى بسكواد غير جيد، بوضع هو ما كانش الافضل تماما، وده اثر على ادائه على فكره من ساعه ما انتقل للدوري السعودي. ما كانش جمهور بنزيما ابدا بيعمل اخطاء زي دي، جمهور الاتحاد من الماتش ده وهم يعني رافعين سكاكين على بنزيما ودابحينه من الماتش ده بالتحديد، لانهم كان هدفهم يعني عاوزين، كان هدفهم عموما من بدايه الموسم وهم بيعدوا ان هم عاوزين ان احنا ندخل ننافس على كاس العالم للانديه ونوصل للنهائي. وبالتالي النهارده انك بتخرج من دور ربع النهائي من الاهلي، فدي كانت بالنسبه لهم ضربه كبيره، خصوصا ان هم البطوله كانت على ملعبهم بالظبط. فدي كانت بدايه الضربه. رجع ده تاني على الدوري السعودي، وكان مباراه الرائد، وكان ليه صوره شهيره حتى كانت الصحف السعوديه نشرتها ان الدكه بتاعه الاتحاد ما فيش ولا لاعب في الدكه، كان داخلين المباراه باثنين حراس مرمى تمام، بخلاف الحارس الاساسي ما فيش اي لاعب خالص. فكانت بالنسبه لهم كانت مشكله كبيره جدا جدا، كل فلوس اللعيبه دفعت في واحد بس. ما هو داخلين الفكره ان النهارده اصابات، تغيير مدير فني، وداخلين ما فيش انضباط في الفرقه، فكل المشاكل دي كلها دخلت على كريم بنزيما لوحده، باعتبار ان هو قائد الفريق وباعتبار انك الكابتن، وكان اصلا الكابتنه لعبد الرزاق لرومارينيو، شالوا الكابتنه من رومارينيو ده اللاعب لبنزيما، او التيشيرت مثلا كان الرقم بتاع عبد الرزاق حمد الله ادوها لبنزيما. فالنهارده كل حاجه اتوفرت لبنزيما، لكن النهارده هو بنزيما مش لوحده في الفريق، وبالتالي هو شال الشيله دي كلها لوحده. الكلام دلوقتي ان هو لا يقول لك لا ده هو مش هيرجع، المدرب سحب شرط الكابتنه وهو ما راحش، ومش اجازه ما راحش اصلا معسكر الفرقه لغايه دلوقتي في دبي، هم سافروا امبارح، فلسه هيشوفوا لسه كمان بيقولوا على اخر نهايه الاسبوع المفروض يرجع من المشكله او الاجازه بتاعته، لان في ظروف جويه منعت ان هو يروح دبي، فلسه الموضوع غامض. للحديث بخير ان شاء الله، لان احنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى. بنشكرك على وجودك معنا النهارده، نورتنا. شكرا لحضرتك، وكان يوم ان شاء الله باذن الله يوم خفيف وحلو على الاهلاويه ان شاء الله. شكرا ليك استاذ محمد، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا.